ha 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 أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد. معنا في هذه الليلة الأستاذ نواف سند. حياك الله أبو سند. يا هلا والله أستاذ حمد، الله يحييك. وأنا سعيد أكثر صراحة في تواجدي في هالبرنامج المتميز لا أقل ولا أكثر. العنوان الحالة يعني جذاب. يبارك فيك، سعداء وشاكرين لك أبو سند تجاوبك معنا لاستضافة في هالحلقة من جديد. الله يبارك فيك. في بداية أبو سند خلنا نقول لك مبروك توثيق حسابك في سناب شات لينضم إلى مجموعة من وسائل التواصل الاجتماعي لدى أبو سند. الحمد لله. طبعا أنا تو توثق يعني سناب شات وقبله اليوتيوب وقريبا باقي القنوات. التوثيق طبعا هو لا شك أنه دافع، لكن الأهم أنك توثق أعمالك ويكون لها وجود وحضور وانتشار عند الناس، هذا أهم من كل شيء. جميل. فيعني ممكن موضوعنا اليوم عن موضوع صناعة الأثر أو التقارير. صحيح. إيه نعم. فوجودك اليوم أبو سند وأنت ما شاء الله تبارك الرحمن من الأسماء اللي استطاعت أنها تصنع اسمها وتواجدها فيما يخص التقارير الإعلامية. أبو سند اليوم أنت من يعتقد أو من يرى ويشاهد تقارير نواف سند يعتقد أنه يقف خلف ذلك التقارير مؤسسة إعلامية. طبعا شوف، إحنا لابد أن نعرف أن اليوم صار عندنا شيء مثل هالبرنامج أو غيره من البرامج أو الأفلام الوثائقية، هذه لا شك أنه يعني يقوم عليها فرق عمل. صحيح. كاميرات مكلفة جدا، وكاميرات يعني تحتاج إلى محترفين وتحتاج إلى فريق عمل متكامل حتى يصنع لك مونتاج فني دقيق جميل باحترافية عالية جدا. جميل. هذا اللي تقوم فيه القنوات، وهو شيء صراحة أمتعونا سنين طوال ويمتعونا الآن ويمتعونا مستقبلا، وحنا تعلمنا منهم شيء كثير. جميل. يعني قنوات هي مدرسة جميع ما يحصل في السوشيال ميديا اليوم. الشيء الجديد اللي حصل في عالم السوشيال ميديا اللي هو يمكن اللي طلعنا فيه حنا أو طلعت فيه في بعض التقارير اللي انتشرت اليوم، خلينا نتكلم على ضيفنا الأستاذ نواف سند صاحب التقارير اليوم قدرنا نقول عنها المليونية ما شاء الله تقريبا. لكن خليني أسمي أنا التقارير هذه اللي طلعت أو المونتاج أسميه المونتاج الشعبي. جميل. يعني مو بمونتاج فني واحترافي وبروفيشنال عالي وكذا، لا، هذا احنا نسميه المونتاج الشعبي، لان الناس اليوم في ظل برامج التواصل الاجتماعي صاروا يحتاجون المقاطع البسيطه اللي تنقل عفويه اكثر من انها تنقل مثاليه او اجتهادات يعني عاليه. نعم. واضح ان فيها تكلف. طيب. فعلشان كذا انا احاول اوفق في التقارير او المونتاج او التغطيات اللي اسويها، سواء كانت وثائقيه او معرفيه او يعني جهات معينه او بريه او رحلات او ايا كان او طبخ، اوثقها في ببساطه، لكن بنفس الوقت احافظ على جوده الفيديو واحرص اني ما احط فيه يعني يعني فراغات او سكتات طويله. نعم. بنرجع للنقطه هذه، بس خلينا نرجع شوي ورا ابو سند. خلينا تكلمنا عن بدايات نواف سند فيما يخص صناعة التقارير أو الحضور في السوشيال ميديا بالتحديد. يعني طبعا شوف، السوشيال ميديا اليوم أصبحت يعني جزء لا يتجزأ من حياتنا خلاص. يعني حتى أمهاتنا وكبار السن صار عندها سناب شات، صار عندها واتساب، فالواتساب من برامج التواصل، فبرامج التواصل الاجتماعي أصبحت جزء لا يتجزأ. اليوم الإدارات الحكومية الرسمية سواء في المملكة أو برا، رؤساء الدول تلقى عنده حساب في تويتر. هذا دليل على يعني على يعني أهمية برامج التواصل. صحيح. الاجتماعي. فالتواجد في مثل هالبرامج هذه ويعني لا شك أنه هذا يعني يوصلك للناس بشكل أسرع. التلفزيون اليوم أصبح شيء رسمي لابد منه، أصبح مرجعية لكثير من الأمور. لازلنا حنا ك يعني ناشطين في برامج التواصل الاجتماعي لازلنا نفرح في حال ظهورنا في التلفزيون. صحيح. ونفخر. صحيح. ونخبر متابعينا، لأن فعلا يبقى التلفزيون له ثقله. لكن متى رأى نواف سند وجود هالإمكانية لديه فيما يخص صناعة التقارير؟ طبعا بدأ من عام 2014. البداية كانت يمكن انستغرام، بدأت في الانستغرام، بعدها سناب شات، بعدها اليوتيوب،
وكل القنوات جميلة صراحة. بدينا في المونتاج البسيط يعني اجمع كم مقطع فيديو. هنا عاد ترجع الموضوع عقلية الممنتج انتقائه للعبارات، لان انا كل انت قبل شوي تسال استاذ حمد تقول هل يعني انت معك فريق او كذا. صحيح. طبعا كل الشغل الحالي هو جميل. لما تكون انت الممنتج وانت اللي تصور وانت صانع المحتوى كل الشغل في الجوال، ترى ما في كاميرات ابدا، عدسه الجوال والتصميم والتجميع والتقطيع وتركيب الاصوات كلها في الجوال وشخص واحد. لا شك انه عمل مكلف يعني انت تخيل انك قاعد تصور ولما تخلص من التصوير او قبل التصوير تحرر النص اللي راح تقوله وراح تطرحه، وبنفس الوقت راح تصور الحضور او غيره ايا كان عدد كانت التغطيه او نوع التصوير، ثم تنتقل الى موضوع فرز المقاطع، راح تفرز المقاطع اللي ما منه فائده ابدا وراح تقص بعض المقاطع، ثم تنتقل الى موضوع تجميع المقاطع وتركيبها، وش الافضل وش اللي في البدايه وش اللي في النهايه، وتركيب منوعات وش الصوت المناسب خلفيه لهالبرنامج. هذا جهد مو بسهل، تخيل يعني انك تقوم بهالجهد هذا. طبعا غير انك تصور وتغطي، هذا اكيد انك بتاخذ ليله كامله مثلا او 3 ايام على حسب، لكن الجهد هذا راح تاخذه مثلا من ساعه الى 3-4 ساعات تقريبا. متى اكتشفت الشيء هذا في ذاتك؟ يعني اليوم قلت انا اليوم ممكن اكون صانع تقارير، متى يعني شعرت في الشيء هذا بالتحديد؟ يعني والله اقول لك تقريبا من عام البدايه 2014، يمكن 2016 بدينا في موضوع المونتاج. عام 2018 بدت المقاطع يعني. شعرت في نفسك ان مثلا في هالنقطه هذه انطلاقه حقيقيه في وقت معين، ان بعد ما اكتشفت نفسك وصلت الى مرحله او الى وقت معين قلت اليوم انا عندي الانطلاقه الحقيقيه لتقارير نواف سند؟ اي الحمد لله. يمكن في مقطع اسمه خط التابلاين، هذا المقطع يمكن انتشر بشكل قوي جدا للسعودية، اللي هو أطول أنبوب نفطي في العالم، موجود في اليوتيوب وهو فخر صناعة سعودية صراحة منذ القدم، أو عفوا اقتصاد قوة الاقتصاد السعودي منذ القدم. هذا التقرير يعني وجد أصداء قوية في المملكة العربية السعودية، لأنه فعلا يتكلم عن اقتصاد المملكة منذ القدم، وهو موجود تراث اقتصادي طوله 1600 متر ما شاء الله في السعودية، ومع ذلك الناس يشوفونه ويمرون مع طريق الشمال في المملكة، يعني مئات الناس يمرون ويشوفونه بس مو معرفين أدنات المعلومات عنه. المعلومات كانت بسيطة، أخذتها من موقع الرسمي لخط التابلاين، موجود موقع رسمي جميع المعلومات اللي ذكرت كلها رسمية يعني. وهذا يقودنا إلى سؤال اليوم. أستاذ نواف سند، لما بتعمل تقرير أو نقاط معينة بكل تأكيد عندك إعدادات أو نقاط تضعها قبل بداية كل تقرير أو عمل أي تقرير؟ طبعا يعني. النقطة الأهم في الموضوع، زين أنك تطرقت إلى هالنقطة، النقطة الأهم في الموضوع اللي هو مصداقية أو مرجعية المعلومات اللي تذكر في التقارير. ما في معلومة تذكر في أي تقرير أقوله إلا لها مرجع، لأن بالنهاية أنت راح لازم تستند في تقريرك على أي شيء، فلازم تثبت أي معلومة تذكر في التقرير وما تنقل إلا شيء واضح. ويمكن هذا يكون من أسباب يعني قوة انتشار المقاطع اللي أصممها أو يعني أنزلها في قنوات الناس تأخذها. والحمد لله المتابعين يعني نحسب إن شاء الله أن أسأل الله يجعلنا خير مما يظنون، يعني يجدون الثقة إن شاء الله في نقل المعلومات، عشان كذا ينقلون هم مرتاحين. ما عندك سكريبت معين تعمل عليه في تقاريرك مثلا؟ طريقة معينة، آلية مثلا، نقاط عريضة تكتبها وتمشي عليها بكل اليوم؟ المشاهدين اللي يتابعون نواف ويتابعون تقارير نواف ودهم يخطون خطوات نواف في بداية عمل أي تقرير مثلا. أنا لو بتكلم مشكلة إن التفاصيل واجد وما أدري منين، أو ما ودك تقول عن سر الطبخة مثل ما يقولون، لكن شوف أنت تتكلم مثلا تبغى تغطية أو تبغى طلعت بر أو لا، خلينا نتكلم عن التقارير قبل كل شيء. التقارير بالضبط. اللي هي التغطية تمام. صحيح. والتقارير الوثائقية أو المعرفية. صحيح. تمام. هذه أول شيء، يعني لابد أني أعمل على موضوع جمع المعلومة، لأنك أنت بدون معلومة ما تقدر تقدم أي شيء، ولا تلقى أحد يسمع لك أصلا، أنت إيش راح تقول لهم؟ فأنت لما تطلع للناس ما عندك معلومة ما تقدر تتكلم، ما تقدر تتفوى في أي شيء، ولذلك تلقى الواحد اللي يطلع ما عنده معلومة وكذا يتلعثم مو بعرف إيش يقول. لكن لما يكون عندك معلومات وكذا، فلازم قبل إعداد أي تقرير، أنت بدون المعلومات ما في شيء أصلا. نعم. ما في تقرير،
ايش تبي تصور، ايش تبي تتكلم عنه. فرقم واحد جمع المعلومه، اول شيء انتقاء الموضوع، لابد موضوع يكون الناس محتاجينه اصلا، والناس عندهم يعني مثل ما يقولون شفايه باللغه العاميه او استفهام حول هالشيء ذا، بس مو ما في احد جمع لهم المعلومه. هي شفايه بس يمكن هي موضوع، يمكن معناها هي حب الاستطلاع والفضول. حب الاستطلاع، اي بيض الله وجهك. بعضهم يبغى يكون عند يحب يستطلع على اشياء، فما في ادنات معلومه. فاليوم المونتاج الشعبي بسط لهم معلومه بلهجه شبه بسيطة. عاميه، وبنفس الوقت معلومات بسيطه، ومعلومه ورا معلومه مختصره، يعني في دقيقتين او 59 ثانيه. جميل. تخيل انت تقدم يعني 40 معلومه او 20 معلومه في 59 ثانيه، يعني هذا يحتاج منك اكيد يعني جهد كبير. اكيد. فجمع المعلومه في البدايه هذا شيء مهم. تنتقل بعدها الى موضوع يعني موضوع اللي هو التصوير، اختيار المكان، اختيار الوقت. تخيل احيانا اطلع اصور في مواقع اضرب والله مشاوير، يعني 200 كيلو 150 كيلو، بالنهايه الجو مو بزين، ما ينفع تصوير الطياره، يعني الدرون ما ينفع. يعني كنت في احد الدول في الصيفيه اللي فاتت وضربت والله مشوار حل يعني ساعتين تقريبا، ولما وصلنا الموقع ما كان التصوير جيد، الشمس انزلت، فكان سطوع الشمس على الكاميرا ما هو معطيك تصوير الا من زاويه واحده، فتضطر انك تجي مره ثانيه عشان تصور هالموقع، غير انه ضاعت الطياره، انزلت الدرون في مكان وفقدت الارسال بيني وبينها، واستاجرت دباب رحت بوسط الجبال ودورنا ما حصلنا شيء الا في واحد حصلها راعي غنم. فيها مشقه العمل اكيد. في مشقه، اي نعم في مشقه، انا دخلتكم فيها السالفه ما لكن أدري. لا بالعكس، المتابعين اليوم يعني باللي شاهد تقارير نواف يعتقد في بعض الاحيان انها بسيطه وانا ما تكلف شيء، ممكن تصوير يعني تقرير او شيء، لكن اللي يطلع واللي عنده يعني درايه في الموضوع بكل تاكيد هناك صعوبات يواجهها. يعني انا لا جيت اسوي تقرير او اصور مثلا منتج او شيء معين اكون على اعصابي صراحه، لان اي معلومه تطلع منك عن هالمنتج ذا او عن هالمكان ذا او عن اي شيء ترى في ناس في ذمتك. جميل. اللي يضرب مشوار ويدق تذاكر ويروح لهالمكان ذا ترى طالع على حسب كلامك انت. جميل. فلا تنقل الا الشيء المناسب، وحاول انك تعطي المعلومه الصحيحه قد ما تقدر، انك تميل انك ما تمدح بزياده افضل، اعط المعلومه حقها سواء كان الصورة منتج كما هي او غيره. يعني نقل الصوره كما هي كما هي، لان بالنهايه انت وراك ناس يعني راح ياخذون بناء على كلامك. بالضبط. وغير كذا أبو سند، أنت اليوم أثناء عملك بكل تأكيد هناك تحديات، ودنا نعرف أبرز التحديات اللي واجهتك في مثل هالتقارير. لا شك فيه، لا شك فيه تحديات، أبرز التحديات الوقت. اليوم أنا الوقت عندي صعب جدا صراحة، يعني لأن اليوم يعني أنت لما تبغى تغطي لك شيء معين يحتاج لك يوم تغطية، يحتاج لك يوم ثاني مونتاج. كل ما أخذت وقت أطول في موضوع إعدادك للتقرير سواء كان تصوير أو غيره، كل ما أبدعت أكثر، وكل ما كان الوقت أقل كل ما أكيد أنك راح تندم على إذا طلعت التقرير، راح تندم بعدين تقول ليتني أضفت كذا، وليتني عدلت كذا، وليتني حذفت الثانية هذه زيادة فيها سكتة ما منها فائدة. جميل. ليتني حذفتها. فالمعوقات طبعا لا شك أنه ما في فرق، أنا اللي أشتغل بنفسي كل هالأشياء. حاولت أني أجيب ناس ترى، وجبت سعوديين وجبت ناس من برا واتفقت معهم وطلعت للبر وجبت الفيديوهات معي، صورت وعطيت الفيديوهات، قلت يا الله ما انتج لي ابرتاح انا خلاص الحين، ريحني حول لي للتقاعد. خليني اوزع الادوار. فاعطيت المقاطع قلت يا الله يا فلان ما انتج، متفق معه على مبلغ مالي، ما انتج الرجال، الناس ينتظرون المونتاج ينزل، ما انتج الرجال، ارسل المقطع ما اجاب راسي. لعلك نظره معينه اكيد في فراغات ما لها داعي، يعني تسحب لي الكاميرا على شيء معين ياخذ مثلا خمس ثواني، الكاميرا تاخذ خمس ثواني في مكان واحد، انا خلاص عيني تشبعت من الصوره هذه، خلاص عطني صوره ثانيه، لا مليت منها، عطني معلومه او انقل العدسه الى. فقد انك ما تقدر، قد ما تقدر انك تغير العدسه الى مكان جديد افضل. وغير كذا ابو سند، انت اليوم انت لما تصير معك يعني صعوبات او شيء، بكل تاكيد هالصعوبات تكون محفزه لك تقديم شيء يعني ينال استحسان متابعينك. بكل تأكيد. بالضبط بالضبط. يعني انا اذكر في يمكن عام 2019 يعني جاني الم في راسي صراحه، لا باس عليك، وراجعت الدكتور وقلت يعني انا عندي مشكله، حتى اني صرت ما اشوف زين،
لأن كان عليه ضغط شديد جدا صراحة، كبه العالم عليه شوي بعد ما انتشرت المقاطع، صار في إقبال كبير يعني من الشركات ومن الناس وكذا والتغطيات، فكان في ألم صراحة براسي، وأطلع سوق السيارة ما أشوف زين. رجعت الدكتور بكل بساطة كذا سألني أسئلة توقع أن أسئلة الدكتور هو بيعرف في شيء عضوي في الرأس أو لا، فجاوبت عليه. بعدين قال أنت عندك ضغط عمل، قلت مو بضغط عندي ضغوطات عمل فوق الضغط، قال هذه مشكلتك، يقول حاول أنك تسوي ريلاكس المخك. الصدق الصدق أنا كنت فعلا يعني في عام 2019 كنت شوي يعني لأن تفاجأت في حجم الأعمال اللي جت، فكنت شاد يعني عسى الله يتوب علينا، حتى وانا اصلي احيانا الواحد يسهى ويبدا يفكر، وهو المفروض انه يعني يكون في فلك اخر مع الله عز وجل حتى يهدي اموره ويبدا يعني يستعيد يعني انسانيته وعقله. وهذه ضريبه اي عمل او جهد او النجاح والتميز كل تاكيد لن ياتي بسهوله. لا اكيد لازم تعب، لازم تتعب ولا ما في. شوف اي هذه اي رساله لاي شخص، يعني يجوني ناس ويمكن الزملاء المشاهير يجونهم ناس، بعضهم مثلا يبغى نشر، مع كامل احترامي للجميع وكل الناس يستاهلون منا الدعم، هذا واجب علينا تجاههم ولا فيه اي منا ابدا، لانهم الدعم الاول لنا. لكن السؤال انت ايش الماده اللي عندك، ايش راح تقدم، ايش اللي تعبت عليه، لابد انك انت في ايش المحتوى اللي لازم عندك شيء انت. صحيح. بعضهم يقول انت بس قدم لي الناس وبعدين انا، انت لازم تقدم شيء علشان الناس يعرفونك وهم اللي يجونك. جميل. مو بنت اللي تصلها. جميل. فهذه نقطه مهمه، ان لازم تتعب في البدايه. الشيء ما يجي الا بتعب، مهما قدموك الناس لو جوك اثنين ورفعوك انت جالس ما تبي تقوم، ورفعوك اثنين علشان تقف وانت ما انت شاد رجليك عشان تقف، ترى يوم من الايام بيهدونك وبيطيح انت لانك ما وقفت. فلا بد انك انت تقوم نفسك، تقف في البدايه وعلى قولتهم تعرف مقومات القوه عندك وتطلع للناس، بعدها فعلا يعني ممكن ما انت محتاج الدعم، الناس بيدعمون. صحيح، الناس بيوصلوا لك بيعرفون ايش المنتج اللي انت اليوم عندك بالمحتوى. وسند نستاذنك معنا اتصال هاتفي، نقول الو. يا مرحبا. هلا حياك الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله. امسي عليك اخوي حمد. يا هلا وسهلا. برنامج لا اقل ولا اكثر. يا مرحبا فيك اخوي نواف. يا هلا وسهلا. وانا فخور باللي قاعد يقدمه نواف، وهذه نقطة يعني من حديث نواف كان يقودنا إلى سؤال اليوم. نواف الوقت اللي كان نواف معكم سابقا مش مثل الوقت اللي اليوم، ما شاء الله تبارك الرحمن. أول شيء خلينا بس نعرف باتصال اللي معنا اليوم، معنا نايف بن سند شقيق الأخ نواف. اليوم نواف ما تدري عن الاتصال؟ والله ما أدري صراحة. فإحنا لكن أنا أستاذ حمد، أنا أول حاجة أنا أخو نواف، وأمانة أنا فخور باللي قاعد يقدمه نواف. جميل. وفعليا صراحة يعني بس كلمة حق للجمهور واللي قاعد يتابع نواف. نعم. نواف حريص ودقيق على المحتوى اللي قاعد يقدمه بحيث أنه يرضي المتابع. جميل. وهذا شيء جيد صراحة في 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 صخب السوشيال ميديا اللي قاعدين نعيشه حاليا. جميل. نعم. طبعا نايف اخوي، نايف من الناس اللي استشيره، يعني احيانا في لما ابي اسوي تقرير او مثلا تعاقد او شيء ايا كان يعني عمل، مو بكل شيء طبعا في نقاط في شغلات هو مناسب اني استشيره. صحيح. وفي بعض يعني زملائي محمد البشري، ابو جهاد، مشعل الجنيدي، في اصحابي اشاورهم صراحه، يعني احيانا ما اخطو خطوه اتصل عليه وش رايك بالحاجه الفلانيه. لكن ابو سند عفوا، احنا ودنا نقول للاخ نايف ان اليوم نواف اصبح الوقت مثل ما ذكر انه مش ملك النواف، اليوم انتم اهله بكل تاكيد. يعني نواف سابقا في تواجده وفي تواصله كان مش مثل الان او سابقا في مقارنه، لكن بكل تاكيد المحتوى والحضور اللي قاعد يقدمه نواف بكل تأكيد محل تقدير وفخر واعتزاز من عندكم، وإن دل على شيء يدل على أن نواف صاحب محتوى جميل، أيضا يقدم رسالة من خلال محتوى أن الحضور اليوم في السوشيال ميديا لابد أن يكون أيضا لأصحاب الهدف وأصحاب الرسالة الإيجابية لكي الجميع يفتخر فيه. اسمح لي أقول شيء أستاذ حمد، ما أدري عاد نايف معنا ولا لا؟ موجود نايف معنا. نعم نايف. شوف انت ذكرت نقطه مهمه اخوي حمد، انه هو ضغط السوشيال ميديا وضغط الشهره وضغط شوف امانه كلمه حق، يعني على اساس انه
تكون بالصوره. شوف النواب دائما حريص على 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 انه يعني يقدس الوقت اللي يجتمع فيه مع العائله، خصوصا وقته مع امي مع ابوي مع زوجته مع عياله. بنفس الوقت ما ينجرف وراء يعني كميه الاشغال اللي هو يلتزم فيها، فدائما تلقى الفلان عنده يحط له وقت مستقطع مثلا للعائله للوالدين لعياله لاخوانه، وهذا ترى شيء جميل. يعني ما حسسنا في يوم من الايام انه والله نواف بعيد عنا ولا انه قاعد، يعني طبيعي. يعني اذا كان هو حريص على المحتوى الايجابي اكيد لازم يكون على حريص على علاقته الاجتماعيه. صحيح، في اهله بالذات يعني. فهذا امانه يعني هذا ما اثر علينا. وبعدين في نقطه، يعني احنا يمكن في البدايه ما كنا مستصيغين الموضوع انه يعني شهرة نواف وكذا ما تأثر علينا احنا يا اخوان نواف، وهذا شيء جميل. يعني انا الان لما امشي في الشارع وانا مثلا اكون طالع في عدسة سناب نواف وكذا، يعني الاحظ اني اصادف لي اصدقاء في الشارع انا ما اعرف، انت اخو نواف، وهذا شيء جميل. يعني امانه يعني يحسسك بالفخر، يحسسك بال انه عندك اخ قاعد يقدم محتوى جميل، العالم قاعد تحبه. نعم، فامانه فخور جدا يعني باللي قاعد يقدمه نواف واللي قاعد يبذله على اساس انه يطلع في صوره جميله للجمهور. الله يبارك. ممكن نشوف نايف ايضا نسخه من ما يقدم نواف؟ والله بتعب كثير علشان اصل جزء من اللي قاعد يقدمه. هو ذكر قبل شوي نقطة أن ممكن قبل تقريبا سنتين، وفعليا ترى اللي تكلم عنه حقيقة. نعم، لما أخذ له فترة كان يشكي ألم في راسه، وكنت أقول له يا أخي قفل تليفونك وابتعد يا أخي عن السوشيال ميديا، خذ لك ارتاح. فيقول أنا ما أقدر، يعني أنا الناس اللي يعني يمكن هو قاعد يقضي وقت مع جمهوره في السناب كثر الوقت اللي يقضيه معنا. لا ألف لا بأس عليه، وما قدامه إلا العافية إن شاء الله. ترى ما فيني شيء. اقول له الف لا باس، ما قدامه الا العافيه. هي فقط ضغوطات بكل تاكيد. طيب ما في الا العافيه، بشرك. الله يعطيك الصحه والعافيه اخوي نايف. نعم. بن سند، شكرا لاتصالك، سعداء بمداخلتك هالجميله، ونعطي المايك الان لنواف. طبعا شوف، ترى من اجمل الاشياء لما يكونون اهلك، خصوصا امك اذا صارت مقتنعه بالشيء اللي انت تقدمه، انت تمشي زي الملك. خلاص انت اعرف انك ما تلتفت وراء ابد. فإذا الوالدة الحمد لله يعني صارت سعيدة وفخورة، يعني أنا لما أدخل عليها فعلا أشوف أنها مبسوطة وتسأل عن بعض الأشياء، فمسي عليها بالخير وأقول يعني أسأل الله أن يجزاها عني خير الجزاء في دعمها وكلامها الجميل اللي أسمع منها، وأقاربي صراحة وإخواني. فلا شك أن أقاربك لما يكونون داعم لك خلاص انت الان ما عدت بشيء، اضافه الى الاصدقاء والناس اللي تقابلهم برا. وهذا الاتصال يعني يقودنا الى سؤال اخوي نواف بما يخص اليوم من يملك على قناه التواصل الاجتماعي سواء كمشهور او كاي شخص يتواجد يقدم ماده، اليوم ضريبه العمل ايضا لابد ان يكون له تواجد مع الناس المحيطه بعائلته رقم واحد في المقام الاول، ثم الاصدقاء والمجتمع بشكل عام. اليوم كيف ترى وجودك في هالنقطه هذه؟ شوف طبعا أنا بالنسبة لي العائلة يعني خط أحمر. عائلتي ما يمكن قدر المستطاع، طبعا التقصير موجود، لكن قدر المستطاع قد ما أغيب عنهم قد ما أعوضهم في إمتاعهم، في السفرة معهم، في الجلوس معهم. لكن الحمد لله الأهل يعني مقدرين وضع الانشغال لأنهم عايشين الضغوطات معي وعارفين أنه فعلا في ضغط ومبسوطين يعني على يعني أنه فعلا أنت قاعد تتقدم والوضع تمام معك. لكن حافظ على موضوع أني ما أستغني عن أهلي بالنهاية. صح. شوف أسرتك، أصدقائك، أصدقاء العمر المقربين، ترى هذولي رأس مالك في الحياة. جميل. أنت بدون أسرتك، بدون أقاربك وجماعتك، شوف مهما رحت ومهما بلغت ومهما وصلت ومهما ارتفعت، ترى مالك غنى عن يعني أقاربك. جميل. وجماعتك. الله يحفظك. هذه الكلمة يعني فعلا مهما ابتعدت ورحت وارتفعت، ترى بالنهاية أنت يعني بدون بيئتك اللي المحيطة فيك سواء كان أقارب وجماعة أو أصدقاء عمر، أنا أصدقائي ترى محافظ عليهم ما شاء الله وحريص جدا 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 عليهم وأحبهم صراحة. الله يعطيك الصحة. يعني مهما أشغلتك الدنيا
ترى هم راس مالك وهم اللي فعلا راح تروح وترجع له. الله يعطيك الصحه والعافيه. نستاذن بس انه نطلع فاصل ونرجع نكمل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وراجعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من برنامج لا اقل ولا اكثر، وضيفي الاستاذ نواف سند. حياك الله استاذ نواف. الله يبقيك، الله يبقيك اخوي حبيبي. استاذ نواف، توقفنا قبل الفاصل بما يخص العائله، اليوم وايضا ذكرت الاصدقاء، اليوم بما يخص اختيار العناوين للعمل او التقارير اللي يصنعها نواف سند، هل لوجود الاصدقاء دور في ذلك بما انك ذكرت الاصدقاء؟ اي بدون ادنى شك. احيانا يعني في تقارير ما هي فكره التقرير اصلا، فكره الموضوع ما هو مني انا، يجيني واحد يعطيني الفكره، يجدع علي الفكره، وبعضهم كثر خيره يعني يعطيني رؤوس اقلام للمحتوى، عاد يجي دوري انا، لان انا ما اقتنع باي معلومه تجي، لازم اشوف المعلومه اللي تناسب طرحي وتناسب الفكر عندي والاسلوب. جميل. فبعدين ابدا اجمع المعلومات عاد ايا كان. طبعا اذا انتهيت من التقرير كامل خلاص جمعت حررت وألقيت الصوت، طبعا ألقي صوت تسجيل وكله عن طريق الهاتف الجوال، كله عن طريق الجوال، عن طريق المايك. المايك هذا وين؟ هذا المايك، هذا المايك اللي شغال عليه الحين، يمكن واضح لكم. المايك والجوال، يعني احيانا اسجل التصور بالدرون او بالتصوير بالكاميرا، بعدين ادخل التعليق الصوتي من خلال المايك هذا. جميل. اذا انتهيت من العمل كامل تجيني مشكله واحده، اللي هي انك تصنع واجهه للتقرير وعنوان للتقرير. هذا الحالة تحتاج منك يعني أحيانا يطول ما تلقى موضوع، لأن موضوع ترى موضوع يعني يعني جاذب رئيسي للفيديو، أنت تعبان على الفيديو ومتكلف عليه ومصور وكذا، لكن تعطيه موضوع عنوان عادي ما حد يدخل يشوفه، فلازم العنوان الخارجي سواء كان في اليوتيوب أو في الواتساب. الواتساب لما يجيك مقطع فيديو في الواتساب يكون العنوان بارز خارجي، من برا تشوف الضبابية في عنوان زي كذا، أو هذه الصورة لازم تكون مشوقة وجذابة حتى هو يتحمس المقطع أيضاً. ومن يفتح المقطع لازم تفاجئ بكلمة على طول تسحبه. جميل. لأنه هو إذا فتح المقطع وفي سكتة كذا، ما الناس مي بفاضل اليوم، الناس يبون معلومة سريعة، فمن يفتح المقطع تعطيه معلومة. أنا أعطيها بالعادة منوعات، يمكن اللي شافوا مقاطعي أعطيهم منوعات في بداية الفيديو، مثلا الفيديو مثلا 8 دقائق، أول 30 ثانية منوعات اللي داخل الفيديو، فهو ينصدم من المعلومات اللي داخل فيبدأ يكمل. بعضهم يقول لي والله أشوف المقطع 9 دقائق أني يعني بنظرة واحدة أخلص المقطع. ليش؟ لأن فعلا ما في فواصل بين المقاطع، ممتد كامل على طول، معلومة وراء معلومة، مو بشرط معلومات، أحيانا أحداث يعني طلعت بر يعني مثلا وسواليف أو طبخ، مو بشرط يعني الناس يمكن يفهمون ان الموضوع كله معرفي وكذا، لا احيانا فعاليات عاديه. بنجي لنقطه انواع التقارير اللي يقدمها نواف اليوم. انت في مجال معين فيما يخص التقارير او لا؟ انا بما اني ارى، بما اني مصنع او صانع التقرير، ارى الاحتياج اليوم واصنع التقرير بناء على الاحتياج. طبعا على حسب، مثل ما قلت، على حسب الاحتياج اللي موجود، على حسب التغطيه، على حسب مناسبه التقرير. في تقارير يمكن ما تكون مناسبه لي انا، او ما اكون مبدع فيها، او ما تناسب توجهي انا، فاكيد انه ما راح. يعني اليوم انت وين يرى نفسه نواف سند فيما يخص التقارير؟ هل في تقارير معينه او في مجالات معينه؟ انا اشوف المتابعين قد يرى او صنف ابو سند فيما يخص المكاشيت وطلعات البر. ما هو بشرط، لا، ما هذا، وهذا يمكن مفهوم خاطئ. صح انا جزء كبير اهتم في موضوع الرحلات والتجهيزات، تجهيز السيارات السفاري والبر والكشتات، هذا جزء لا شك انه يعني يمكن يشكل 50%، خلينا نقول 40%، والباقي لا يتنوع ما بين طبخ وما بين تغطيات المنشآت او مشاريع يعني جيده، وما بين تغطيات الاماكن تاريخيه او معرفيه او ثقافيه. طيب ابو سند، انت اليوم لما تصنع مثلا صنعت مقطع فيديو توقعت له رواج والعكس جاء تماما، يعني في مقطع معين حصل عندك في هالنقطه هذه بالتحديد؟ شوف، في مقطع توقعت فيه له رواج، علشان كذا روقت على المقطع. مقطع اغراض جيب لكسز في الطين موجود في اليوتيوب، يمكن ما تقدرون تعرضونه هسه. صحيح. لو يكتبون غراز جيب لكسز في الطين نواف سند راح يطلع المقطع. طبعا حصد مشاهدات اكثر من 40 مليون مشاهده على مستوى الوطن العربي، هذا اللي شفته يعني، غير الانتشار في الواتساب وكذا. هذا طبعا كان بالصدفه المقطع، كنت طالع انا والاهل للبر وكان وقت امطار، ف
يعني كذا امشي في الجيب فجاه الا الجيب مال على جنب صار كذا كفرين يعني غرزن في الارض وكفرين كان في ارض عزاز. انا شفت السياره كذا قلت يعني هذه وجبه دسمه يعني ممكن انها تضرب على مستوى الوطن العربي وممكن برا، لكن الحمد لله المتابعين عندي من جميع يعني الدول العربيه. ففعلا صفت السياره ريحت الامور رجعت ورا الموتر هيئت الاضاءه، طبعا الاضاءه لها دور مجهز السياره بالاضاءه للبر وكذا وشغلت الاضاءه وضبطت الامور بديت بالتصوير. اخذت المشهد كامل، طبعا المشهد ما فيه اي تصنع ابدا، فعلا كان الغراز حقيقي. بعض الناس يقول انت تتقصد الغراز او تتقصد بعض الاحداث اللي تصير لك، ما في ولا حدث تقصدت، طبعا غراز انت قاعد تطيح نفسك في مشكله او خسائر، فابدا كان هذا يعني واقع بالصدفه حصل. فبدينا اخذنا الحدث كامل وفعلا وجد صدم ما هو بسهل، ولا كنت متوقع ولا سعيله اصلا. لا شوف انا هذا كنت متوقع، كنت متوقع في تقارير كنت متوقع انها يعني تضرب بس قليل، يعني قليل اللي قليل يكون لها ما يكون لها انتشار قوي. طيب ابو سند اليوم انت في صناعه التقارير، هل جميع التقارير اللي تصنعها هي من باب رغبه وحب او لا قد يكون بعضها مدفوع او له رسوم عليه؟ يعني مثلا شوف يعني مهما دفعت ما راح أدي لك الأداء اللي أنا مقتنع فيه، لابد أنت لم أيا كان عاد سواء منشأة تجارية حكومية يعني أيا كان نشاط يعني غير فعالية أيا كان، لما يكون في قناعة واقتناع في المعلومات اللي موجودة وفي النشاط اللي موجود وأنه فعلا يستحق النشر، أنت تتكلم بالفم المليان، أنت تتكلم وأنت واثق وفعلا تقول للناس تعالوا للمكان ذا لأنه يستحق الزيارة ويستحق المجيء. فمهما يعني حاولت أنك تقنع شخص ما تستطيع إلا يكون عنده فعلا قناعة شخصية في هذا التوجه. جميل أبو سند، اليوم في ظل التنافس الموجود على الساحة كيف ترى تواجد سواء المنافسين فيما يخص صناعة التقارير؟ يعني والله شوف طبعا أول شيء الساحة في ناس أفضل مني قطعا، في ناس ما أقدر أسوي مثلهم، الله رزقهم في أشياء يعني مبدعين فيها، مثلا تقديم البرامج، مثلا الأستاذ حمد مبدع في موضوع الحوار وتقديم. ففي ناس عندهم مقومات، وهذا من الخطأ يا جماعة انتبهوا، أنك تشوف شخص في سناب شات أو أيا كان وتحاول أنك تقلد نفس الأسلوب حقه أو تقلد نفس العبارات حق، لا لا تقلد الواحد ولا شخصيته، كل واحد انت شوف ايش الشيء اللي انت متميز فيه وامش مشيتك. لا تقلد مشيت غيرك، لا انت اللي مشيت مشيتك الصحيحه ولا انت اللي ضبطت مشيت غيرك. فدائما احرص يعني انك ناظر بطريقك، لا تلتفت يمين تقول والله فلان ايش سوى، ولا شوف فلان ما يعني سوى كذا، صدقني اذا التفت يمين يسار ضيعت خطك. جميل. فانت ناظر بطريقك راح تعرف كيف تمشي. وكيف صناعة التأثير اليوم سند في التقارير أو في السوشيال ميديا بشكل عام؟ أول شيء رقم واحد المصداقية، والله العظيم بدون مصداقية ما تمشي. شفت ممكن أنك تضرب يضرب المقطع لكن الناس عارفين أنه مو هو، لكن المصداقية فعلا تخليك يعني يخلي الفيديو يصل كثير من الناس، ولذلك هذا اللي يعني اللي حبب الناس في المونتاج الشعبي او برامج التواصل الاجتماعي، لان كاميرا الجوال تنقل الحدث على طبيعته نوعا ما، فعلشان كذا صارت المقاطع مقبوله اكثر ولها قبول عند الناس اكثر لانها بعفويتها، عكس لما يكون يعني في تكلف او واضح في تكلف، صح انه يكون يشد وتندمج معاه وتصل رساله من خلاله، اكيد انه تصل رساله من خلاله، لكن هناك في عفويه في قبول اكثر للموضوع، قبول الناس للاشياء. جميل ابو سند، معنا اتصال ثاني في هالحلقه نستاذنك فيه. هات قول يا مرحبا. يا هلا وغلا اخوي حمد. يا هلا وسهلا مشعان الجنيدي الصديق المقرب لضيفنا اليوم نواف سند. يا حبيبي والله شكرا جي. لكم على هالمداخله وهالبرنامج الجميل اللي تقدمون فيها شيء جميل ورائع صراحه. يا هلا وسهلا فيك.
طبعا أبو جهاد من الناس اللي صراحة عشرة عمر يعني من أيام الطفولة، وإحنا حريصين كنا أن اختيار شخص مقرب الأستاذ نواف سند ومشعان من يعني أقرب الأصدقاء سواء على مستوى السوشيال ميديا أو حتى على مستوى الشخصي. مشعان اليوم أنت وحكم أنك بقربك من الأستاذ نواف سند، كيف تواجد نواف سند في صناعة التقارير أو في تواجده بشكل عام في السوشيال ميديا؟ طبعا أولا أنا شهادتي مجروحة صراحة بحكم أني قريب من نواف حيل، وتعرف أخوي حمد نواف من الأشخاص الدقيقين جدا ما شاء الله، وأكثر ما يزعج التصوير العشوائي. جميل. يعني تخيل هو الوقت اللي يقضيه في ترتيب المكان وترتيب الأدوات اللي هذا اللي بيسوي يعني فيها تقرير ياخذ فيها وقت أكثر من التصوير. ما شاء الله تبارك. فهو فعلا حرفيا يتعب يجب أن يقدم شيء للمشاهد بشكل جميل وتكون التغذية البصرية عند المتابع مكتملة. ما شاء الله. فهذا من الأشياء اللي أنا لاحظتها صراحة في نواف، الاهتمام بهذا الجانب اهتمام كبير، عشان كذا كان متميز في الأشياء اللي يقدمها. اليوم وانتم تتواجدون معه في هالتغطيات ما تحسون أن بعض الأحيان سووا عليكم زيادة جهد وزيادة عمل؟ والله نواف صراحة كله خير وبركة. يعني أنا أشوف من السر في نجاحاته يعني محبته لأصدقاء، وحتى ممكن تبرك الكلام هذا ما شاء الله. يعني يحب أصدقاء بشكل كبير جدا، والناس الكبيرين منهم يحبه الحمد لله ما شاء الله، وتشوف محبته صافية وصادقة، عشان كذا نواف ما عنده عداوات مع أحد، الكل يجمع على محبته ما شاء الله تبارك. وانعكس هذا الشيء على محبة الناس النواف، وكذلك متابعينه هم أكثر الناس اللي يحبون ويثقون فيه. يعني لو تسأل متابعين نواف جدا يحبون ويثقون في كل الكلام اللي يطرح، فحنا صراحة مستمتعين معه، يعني ما يثقل علينا بأكس يعني ما شاء الله تبارك. نلقى المتعة ويعطينا الراحة والمجال أن نفع كل شيء، حتى أنه معانا يصبح مثل على قولتهم الرقم الأخير ما شاء الله. في مقولة يقولون دائما مع أصدقائكم الرقم الأخير ويجعلونك الرقم الصعب في حياتك. بيض الله وجهك ابو جهاد، اتفق عليها كان مقول قديم. الله يسعدك ابو جهاد، وانت ما شاء الله عليك حمد اختيارك للمداخلات. انا عم ابو جهاد يعني احنا بس نستاذن قبل ان نختم مع ابو جهاد. ابو جهاد قبل ان نختم معك، بس اذا عندك مداخله او استفسار معين توجهه النواف سند اليوم وهو ضيفنا. سؤال لكن قبل السؤال سم، في حاجه موجوده في النواف وانا تعلمتها منه وممكن ما يشعر بشيء، هذا قضية الصبر رغم الضغوط اللي تواجهه إلا أنه دائما ما يتحلى بالصبر. فاستغرب منه دائما وأسأله كيف تتحمل كل هذا؟ يرد علي بابتسام كذا بس، هنا أعرف إنه في قمة الرضا. فهذا شيء جميل صراحة إنك تلمس من أصدقائك يعني دروس هم ما يشعرون فيها لكن أنت تتعلم منها. سؤالي الأخير لضيفك الكريم، أقول نواف سند مستقبلا وين يبي يوصل؟ السؤال هذا يعني ودي تبرع على ضيفك الكريم. جميل، الله يعطيك العافية يا أبو جهاد، شكرا لك. عفوا عفوا يا حبيبي. شوف من أعظم النعم في الحياة الأصدقاء، ترى الصديق شيء مو سهل في الحياة. صحيح. صراحة أنا من الناس اللي حريص جدا كل الحرص على موضوع الأصدقاء. أبو جهاد صديق عمر ورحنا نوياه رحلات وجينا، تخيل يعني يمكن أنا كنت أستغرب من اللي اثنين يسافرون مع بعض لحالهم، لكن يوم سافر أنا وياه فعلا كأن معي عشرة ما شاء الله. هو الحالة يعني فعلا لما صديقك يكون على جوك، وبنفس الوقت انت لازم تقدر صديقك بعد ما تتعبه وتغثه في موضوع التصوير احنا وكذا. سألنا سؤال فقط حبينا ان قد نكون بين الأصدقاء نشوف الجو العام اللي موجود ما شاء الله تبارك الرحمن في طلعاتكم في روحاتكم. البعض يقول مفتعل أو مصطنع، فاحنا من خلال السؤال حبينا نوضح للناس ان فعلا هذا جوهم الحقيقي. لا بالعكس، هذا جونا بكل عفوية يعني جدا. ممكن أحيانا نتحاور في بعض المواضيع كيف نطرحها ممكن، لكن العفوية لا شك أن العفو يصل بشكل يعني أكبر وأسرع للناس. أبو سند إحنا ما شاء الله موسم المكشات والمكاشيت على وشك الأبواب، وإنت من الناس ما شاء الله اللي كان لك تواجد قوي في هالمكاشيت يعني. اليوم لما أجي مثلا أطلع للبر والكشتات بكل تأكيد هناك نقاط ويعني أشياء الواحد يحرص عليها، وإنت أحد رواد هالمجال وهالمكاشيت، يعني ودنا تقدم النقاط الأساسية اللي مثلا بيطلع في هالمكاشيت. شوف بالنسبة لموضوع المكشات، موضوع المكشات ترى موضوع يعني أتوقع أنه يبي له حلقة الحال،
احنا كم باقي دقيقة هالحين؟ مع باقي معنا وقت ان شاء الله. معنا وقت دينا. معنا وقت ان شاء الله. اول شيء الكشتات احنا فعلا مقبلين على موسم. النقطة الأهم اللي دائما أقول انتبهوا لها الناس خصوصا العوائل قبل ما تطلع للبر، في تفاصيل كثيرة بس خليني أتكلم عن النقطة الأهم. قبل ما تطلع للبر أو النزهة لابد أنك تتأكد وتشوف توقعات الطقس. يعني أنا قبل كم يوم مجهز أموري كاملة في السيارة في الكشتة، ومنزل حتى المتابعين وأنا جهز وأحط أغراضي. في النهاية فتحت التطبيق حق توقعات الطقس وشفت الطقس من بكرة إيش توقعات الطقس، فكان التوقع رياح شديدة. طبعا إذا كان في رياح خلاص لا تطلع بالنسبة لي أنا، هذا رأيي أنا. أما حقين البر يمكن الناس اللي يستمتعون في مشقة البر لا عادي يطلع عجاج هواء أيا كان برد حر عادي طالع. لكن نتكلم عن الكواشيت أو اللي يحبون الكشتة والنزهة، إذا كان في هواء لا والله أنه يعمس جوك يعني وتتكدر في الطلعة. لكن اليوم أبو سند نشوف المكاشيت والاحتياجات اللي تكون في المكاشيت أصبحت شيء مبالغ فيها. يعني البعض يقول لك إذا هذه التكاليف لا خليني في بيتي جالس ولا أكلف عن نفسي وأطلع فوق تكاليف بنفسها. يعني الناس تتفاوت، يعني أنا يكلمني واحد يقول لي مثلا أبغى أركب أدراج نفس الأدراج اللي معك في الموتر، درج للعزبة ودرج مثلا للمغسلة ودرج للقز ودرج للملاعق والكاسات والفناجيل. أقول له أنت كم مرة تطلع في السنة؟ التضاريس مدينتك هل هي مناسبة للطلعات ولا مهم مناسبة؟ فإذا كانت يعني طلعاتك محدودة جدا في السنة فمو بلازم، ترى شنطة عزبة شنطة، وحتى إذا ما عندك شنطة عزبة يا أخي اجمعها في كرتون، ترى الوضع بسيط جدا، وحط لك قدر البريق والدلة والمفوع خذها من البيت، فنجال خذها من البيت يعني ما في مشكلة. بس بعض بالتغطية ما تطلع جميلة يعني يعتقدون يعني ما شف. أنا أقول لك الناس يختلفون، اللي مثلا يعني بعضهم يستمتع حتى لو ما عنده تصوير بس يستمتع أغراضه تكون حلوة وتكون مثلا موفر كل الأغراض اللي عنده، فالناس يتفاوتون في هذا المجال. المجال هذا واسع يعني أتوقع لو يفرد له يعني لقاء آخر أو حلقة. لكن النقطة الأهم اللي زكن عليها موضوع الطقس، موضوع الحرص على موضوع الطقس أنهم يركزون عليه، هذا مهم جدا أن ينتبهون له الناس. طيب أبو سند خلينا نرجع لاتصال أبو جهاد. أبو جهاد ختم سؤال جميل. أبو سند وين وده يوصل؟ والله شوف أنا مركز الصدق يعني حريص. أول شيء أن قناتي في اليوتيوب يعني أتعدى 1,000,000 مشترك، لأن أحس اليوتيوب يعني قناة عالمية يعني يفتحها يعني فعلا أنت تصير ستار عالمي في اليوتيوب. معظم دول العالم تعرف اليوتيوب. سناب شات ممكن في الخليج، فيسبوك ممكن في الدول العربية، تويتر في الخليج، التيك توك يمكن أوسع شوي نوعا ما، لكن اليوتيوب فعلا. فأنا عندي القنوات كلها 7 قنوات، يوتيوب، إنستغرام، تليجرام، إنستغرام، سناب شات، كل 7 قنوات حريص أن كلها تتقدم مع بعض، لأن التقرير لما أخلصه ينزل في كل القنوات. بالنهاية يكون أرشفة لك في هي يكون أرشفة يعني على اليوتيوب. وين الحين مليان مقاطع والناس يجوني من خلال اليوتيوب. بس أبو سند ما أنت موجود على تويتر. خلنا نختم بالسؤال هذا يعني. شوف حتى يمكن عديت القنوات التويتر ما عديت تويتر. مشكلتي إني لما أنزل فيه المحتوى اللي أسويه أنزله في تويتر يا أخي المشاهدات يعني 100 مشاهدة 120 مشاهدة ما هي بشيء. فما هو محفز. احيانا التوجه اللي انا اسويه مثلا طلعت بر او تقرير عن منتج، جمهور التويتر ترى بعيد عن الجانب ذا. جمهور التويتر انا ما ودي اصنفه حتى ما ادخل. انت تعرف مجالك وين جمهورك بالضبط يعني. الجمهور التويتر مو مناسب لبعض المحتوى اللي يقدمه. يعني وين القاه انا؟ متى انزل له جمهوري في التويتر او التويتر بشكل عام وهم ياخذون مقاطع؟ احيانا إذا سويت مثلا تقرير مثلا عن السودة، سويته في السعودية عن السودة اللي في أبها، تقرير عن السدود مثلا، تقرير عن العين الحارة مثلا في الكبريتية، تقرير خط التابلاين، هذا أنزله في تويتر. هذا شيء وطني. أو تخشى متابعين أو جمهور تويتر أبو سند إن جمهور ما يتقبل مثل المواد هذه مثلا؟ المواد اللي هو مثلا طلعت البر ومثلا وتقرير عن منتج أو مقارنات مو يعني ما يعني لهم شيء، صح. مو بمهم قوة يعني عندهم. إن شاء الله نشوف تقارير خاصة إن شاء الله يعني الجمهور تويتر بإذن الله. بإذن الله أكيد أكيد لازم تحرص على جمهورك في جميع البرامج. الله يعطيك العافية أبو سند، حديث معك جدا مميز وجميل. الله يعافيك حمد، صراحة
مقدم مبدع. الله يبارك فيك. يعني شوفوا بعض المقدمين لما يتكلم معك يخليك تطلع سوالف غصب. الله يبارك فيك. فأنت ما شاء الله عليك. خير وبركة يا أبو سند. يعني باقي فيه مواضيع بس ما يمدينا نتكلم كل عنها. كل المحتوى اللي يملك أبو سند يعني بكل تأكيد يجعلنا نستمتع أكثر. الله يسعدك. الله يعطيك العافية. والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. إلى هنا نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. تقبل تحياتي أنا حمد البذالي وكافة فريق العمل. إلى أن نلتقي بكم بإذن الله في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.